السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة نجاح. زي ما احنا عارفين في برنامج رحلة نجاح بنقابل شخصيات مؤثرة، شخصيات أصحاب محتوى هادف، ناس لهم تأثير على الجمهور، لهم متابعين بينتظروا منهم كل ما هو جديد. قصة النهاردة معانا حد كان اتولد في ظروف شوية صعبة مختلفة عن الطبيعي، كان قدامه تحديات كتير جدا، كان ممكن يلاقي يعني لو عايش شماعة كان لها شماعات عشان ما يكملش في طريق هدفه، ولكن بالجد والاجتهاد والإصرار تميز وبقى حد من أكتر ناشر المحتوى وحد من الناس بيستفاد منه بشكل كبير في مجال البرمجة. خلينا نخرج للتقرير نتعرف أكتر عن الضيف اللي معانا ونرجع نرحب بيه في الاستوديو معانا. أشوفكم بعد التقرير. طفل مصاب بمرض ألبانيزم إلى واحد من أكثر صناع المحتوى تأثيرا في مجال البرمجة، كان شكله مختلف عن أقرانه مما جعله أكثر عرضة للتنمر في المجتمع، لكنه على الجانب الآخر كان يشعر في ذاته بالتميز والتحدي. المهندس علي شاهين ولد في عام 1988 في حي الشرابية بالقاهرة في أسرة بسيطة، واجه العديد من الصعوبات والتحديات منذ طفولته وحتى خروجه إلى سوق العمل بسبب مرض ألبانيزم الذي يسبب بعض الأعراض عند التعرض للشمس سواء للجلد أو الرؤية. أدرك والده التحديات التي سيواجهها طفله بسبب ظروفه فدعمه حتى النهاية. اجتهد الشاب علي في دراسته الثانوية بالرغم من التحديات، إلا أنه استطاع أن يتفوق حتى استطاع أن يدخل كلية الحاسبات والمعلومات. بالرغم من رفض الأطباء دراسته بهذه الكلية إلا بعد توقيع والده على إقرار بمسؤوليته الكاملة عن أي أضرار ناتجة عن دخول علي كلية الحاسبات. لم تكن الدراسة سهلة بالنسبة له لأنه يعاني من ضعف في النظر، لكنه كافح واجتهد وقاوم كل الظروف حتى تخرج من الكلية. انطلق المهندس علي إلى سوق العمل وكان مجتهداً وتنقل بسرعة من شركة إلى أخرى حتى حصل على خبرات كبيرة، وجد وقتها شغفه وحبه في نشر العلم والمعرفة للآخرين، فأسس قناة على يوتيوب لنشر شروحات برمجية تفيد الدارسين لدخول سوق العمل. لاقت الفيديوهات قبولاً كبيراً حتى أن قناة علي وصلت قرابة 300 ألف متابع. كان علي منذ صغره مغرما بالبزنس حتى أنه بدأ مشروعا تجاري أثناء الكلية مع أصدقائه عبارة عن سايبرنت، لكنه لم يكمل. وفي عام 2021 أسس المهندس علي شاهين شركته الخاصة المتخصصة في مجال البرمجة والكورسات، ودائما ينصح الشباب بأن لا تستمع لآراء المحبطين، لأنهم لو كانوا ناجحين لم يجدوا الوقت لإحباط الآخرين. حقاً إنها قصة كفاح ملهمة وتعطي درساً هاماً للشباب بأنه لا يوجد أعذار وأنه لا يحول بينك وبين حلمك سوى أعذارك. لمتابعة المزيد من القصص الملهمة تابعونا مع المهندس ياسر الزنوني. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم بعد التقرير. خلونا نرحب بضيف اللي مشرف النهارده مهندس علي شاهين. يا اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بيك يا استاذ ياسر، واهلا وسهلا بكل المتابعين الجمال اللي بيتابعونا في البرنامج. مشرفت النهارده والله. الله يخليك والله. قصه ملهمه مليئه بالتحديات والعقبات. خلينا نتعرف اكتر، مين هو مهندس علي شاهين؟ طيب انا اسمي علي شاهين، اتخرجت من كليه الحاسبات والمعلومات سنه 2010. رحت بقى دخلت سوق العمل والشركات، اتنقلت بين شركات كتيره وبوزيشنز كتيره جدا. طبعا اخر شركه كنت شغال فيها كانت شركه مالتي ناشونال، قبل ما قرر ان انا اسيب الشركه واتجه للعمل الحر واتجه لفكره ان انا اعمل البيزنس الخاص بتاعي والكلام ده كله، وطبعا دي كان فيها طبعا تحديات وحاجات تانية كتيره يعني. عندي قناه على اليوتيوب ابتديتها من سنه يعني 2018، هي كانت موجوده قبل كده بس فعليا ابتديت اشتغل فيها من نص سنه 2018،
وكنت بعمل فيها الحاجات اللي انا بحبها بس، يعني ما كنتش بعمل اي حاجه اكتر من كده يعني. والحمد لله لقت قبول جيد جدا عند الناس، وبدي كورسات في البرمجه وبدي كورسات حاجات تانية في السيلف ديفلوبمنت وكلام من ده. بس هي هل القناه بدات بمحتوى البرمجه على طول، ولا كان في محتوى تاني في مجالات تانية وبعدين قلنا برمجه؟ لا، هو هي بدات في الاول بان انا كنت بعمل كورسات مجانيه في جمعيه رساله، فانا كنت بس عامل القناه عشان ارفع فيها الكورسات المجانيه اللي انا عاملها للناس، عشان بس يعرفوا يعملوا لها داونلود ويشوفوها بس، مش اكتر يعني. بس بعد فترة أنا ابتديت أتشجع بقى أن أنا إيه، لأ أنا عايز أعمل حاجة بحبها، أنا عايز أعمل حاجة أكون أنا مبسوط وأنا بعملها. فابتديت أفكر في قناة اليوتيوب أن أنا أنزل عليها فيديوز، والفيديوز سبحان الله ابتدت تلقى قبول عند الناس يعني. ولحد النهاردة أنا فعلا ما بعملش فيها غير اللي أنا مقتنع بيه واللي أنا بحبه فقط يعني. أنا مش بجري ولا لايكس ولا شير ولا الكلام ده كله، لأ بحب بس اللي أنا بعمله يعني. جميل جدا. زي ما احنا شفنا في التقرير كده، القصه بتاعت حضرتك مليئه بالتحديات وعقبات منذ الصغر بقى يعني، مش مثلا يعني في الطبيعه التحديات بتبدا للشاب بعد ما يبدا يعني يدخل الكليه، يتخرج، يبدا يدور على سوق العمل. لكن القصه بتاعت حضرتك ما شاء الله ملهمه، فيها تحديات منذ الصغر كده. فعايزين نعرف بقى من البدايه كده، ايه اكبر التحديات وازاي اتغلبنا عليها؟ طيب، هو طبعا كان اكبر تحدي بالنسبه لي كان بيواجهني وانا صغير، هي حته ضعف النظر. انا نظري ضعيف، فده كان بيعمل لي مشاكل وانا في المدرسه يعني. انا المدرسين ما كانوش مستوعبين ان انا مثلا ما بعملش كشكول زي الطلبه، ان انا مش عارف اعمل الكشكول بتاع المدرس يعني. تقريبا انا في ثانوي مثلا الخمس كشاكيل اللي انا دخلت بيهم ثانوي هو اللي انا خرجت بيهم من ثانوي، هم خمس كشاكيل بالعدد في الثلاث سنين. ما بعملش كشكول يعني، ما يعني القصه دي ما كنتش بعرف اعملها قوي، لان انا دايما كنت مثلا ببقى قاعد بعيد، وحتى لو قعدت في اول ديسك فانا كنت ببقى اللي هو انا شايف بالعافيه. فطبعا ما كنتش ببقى ملاحق بقى المدرس عمال يكتب ويمسح، فالموضوع بالنسبه لي كان صعب. فدي كانت اكتر يعني اكتر تحدي قابلته، حته ضعف النظر دي. حته طبعا ان انا برضو حته الشمس، ان انا مثلا لو وقفت في شمس مثلا فتره طويله بتعب. وانا كنت بحب اللعب جدا، انا كنت لاعب جدا وانا صغير، فاللي هو طب انا عايز العب مع اصحابي، طب يعني نعمل ايه؟ طب فكان دي برضو كانت تحدي شويه. افتكر برضو كده كان ذاكر ان حتى من شكل حضرتك مختلف، وطبعا اجمل ما شاء الله يعني، فده كان بيقول انه يعرضك للتنمر، وان الشاب وشابي ممكن يتنمر وكده كشغل اطفال بقى. ففعلا كان ده برضو من ضمن الحاجات الصعبه. بص، هو الحقيقه انا كنت متربي في مكان شعبي. تمام. ففي المكان ده هما ما كانوش مستوعبين فرق الاختلاف ان كان في اللون او الشكل او الكلام ده كله. فطبعا كان بتبقى فيه طبعا حالات تنمر احيانا كانت بتحصل، بس الحقيقه ان كان الحب والاستقرار اللي كان متوفر لي في البيت عندي كان اقوى من اللي كان بيحصل بره. فده كان معوضني بشكل كبير جدا يعني. لما كان بيحصل اي حاجه كان ده بالنسبه لي عامل لي بالانس يعني محترم جدا. الدعم الاسري بقى، وان الاسره دعمك حتى انها زي ما شفنا كده في التقرير. دي حقيقه فعلا. انا الدعم الاسري عندي كان قوي جدا، وبالذات من والدي يعني، كان قوي جدا جدا. فبالتالي كان هو اقوى بكتير من الاحداث اللي كانت ممكن تحصل بره في قصه التنمر والكلام ده. انت عارفه طبعا احنا في مصر يعني، احنا في الطبيعي ده حاجه طبيعيه عندنا يعني. احنا غير سبع بالظبط. فحصل طبعا حاجات زي دي كتير، بس الحمد لله كلها كانت اندر كنترول بالنسبه لي يعني. جميل قوي. طيب احنا زي ما شفنا في تقرير حضرتك اتجهت من العمل من شركات كتيره، من كذا بوزيشن لبوزيشن، وشركات جميله ما شاء الله. ايه بقى فكره ان الواحد يكون شغال في وظيفه مستقره وبوزيشن كويس ويفكر بقى اطلع العمل الحر وكده؟ طيب بص، هو كل واحد يعني سبحان الله يعني، كل انسان لما خلق له او لما يسر له. ففي شخص براحته والمنطقة المريحة بالنسبة له ان هو يكون شغال في شركة بيقبض مرتب ثابت وعارف دنيته كلها راحة فين من اولها لاخرها. وفي حد بيجي في بعض الاحيان يحس ان هو ايه، لابس بدلة بس البدلة ضيقت عليه. فاللي هو لا، انا عايز البس بدلة اكبر، انا امكانياتي في مكان احسن، او انا امكانياتي ممكن اوظفها في مكان افضل. ده اللي انا حسيته يعني. انا اخر شركه كنت شغال فيها كانت شركه مالتي ناشونال يعني. انا كان في باص بيجي ياخدني من قدام البيت لحد الشركه، بتقعد هناك في تكييف مركزي، بيجي لك قهوتك وشايك لحد عندك، والدنيا تمام التمام. صح. لكن برغم كل ده انا كنت حاسس ان انا امكانياتي اكتر من كده، انا البوتنشال بتاعي اكتر من ان انا اكون شغال بس على مكتب وشغال بس في بروجرامينج وكلام من ده. لا، انا عندي امكانيات عاليه جدا از كاركتر، انا عندي امكانيات عاليه جدا في التسويق، انا بعرف اعمل فيديوز، انا بعرف اعمل كورسز، انا بعرف اعمل حاجات كتير. فاللي هو انا ليه حاطط امكانياتي في المكان ده بس؟ صح. فابتديت افكر ان لا، انا اتنقل واعمل بقى البيزنس الخاص بتاعي وابتدي افتح بقى يعني مجال جديد لنفسي. اكيد بقى كان في شويه عقبات بقى، زي اي حد بيجي بادئ فاتح شركه جديده بيبقى في شويه عقبات. ايه بقى اكتر العقبات اللي واجهتك في بدايه العمل الحر؟
هو أنا أكتر عقبة واجهتني، أنا سبت الشغل في 2020، فأول عقبة طبعاً واجهتني الكورونا. وقت صعب صح؟ يا دوبك أنا لسه كنت سايب الشركة راحت جت الكورونا. وسبحان الله دايماً كل أزمة في ناس مستفيدة منها، فيها فرصة دايماً. صحيح. دايماً يعني مهما كانت الأزمة قوية ومهما كانت الأزمة كبيرة فبتلاقي إن في فرص بتتفتح. فالفرصة اللي أنا كنت غير مدرك وجودها إن الناس اتجهت للأونلاين، الأونلاين كورسز وللتعليم الأونلاين. وانا اصلا انا كنت ماشي اصلا في الاتجاه ده، او كنت ماشي في السكه دي. حلو. فرب ضره نافعه. فحصل ان الحمد لله كان في ازدهار بالنسبه لي في الفتره دي، ما كانتش فتره. ركزت اكتر في حته الكورس الاونلاين بقى في فتره الركود دي. بالظبط، ففكرت في الاونلاين كورسز، وكان السوفت وير طبعا شغل السوفت وير اللي هي البرامج والمواقع والحاجات دي ما كانتش عاليه قوي في الفتره دي. فقلنا خلاص نويت الكلام ده دلوقتي ونشتغل في الاونلاين كورسز. جميل. وشغل اليوتيوب والكلام ده كله كان شغال فعلا وقتها كويس يعني، فابتدت الدنيا تتحرك. طب حضرتك بدات نشر المحتوى على يوتيوب مع العمل الحر ولا قبل العمل الحر، ولا الترتيب كان عامل ازاي؟ الترتيب كان عامل ازاي؟ هو اول حاجه انا كنت بدي كورسز مجانيه في جمعيه رساله زي ما انا ذكرت من شويه. ده كان بدايه من 2015. جميل. لما ابتديت احس ان الناس غير مهتمه بالكورسات المجانيه. يعني انت بتاخد كورس مجاني من حد تيم ليدر في شركه، يعني هو بيدير تحتيه مثلا. ايه المفروض تهتم بقى زياده، المفروض تهتم. فانت المفروض انت واخد محتوى قوي جدا. فلقيت الناس مش بتهتم، الناس مش واخده الموضوع بالجديه الكافيه. فابتديت اتحرك بقى لفكره ان انا ايه اعمل، اخلي الكورسز بتاعتي بد بس بتمن ايه، بتمن خفيف يعني. جميل. بعدين ابتديت افكر في اليوتيوب، ان انا اليوتيوب ده فكرت فيه في 2018، كنت انا لسه ما روحتش اخر شركه انا كنت فيها، يعني قبل ما اسيب الوظيفه بسنتين، قبل ما اسيب الشغل في الوظيفه بسنتين. وكنت الفيديوز حتى الريت بتاع تنزيل الفيديوز ما كانش عالي، يعني كنت بنزل مثلا فيديوهين او ثلاثه بالكثير جدا في الشهر يعني. لما الدنيا ابتدت تتحرك، يعني قبل ما اسيب الشغل كان عندي حوالي 45,000 متابع. ما شاء الله. انا فاكر ده كويس يعني، في اليوم اللي انا كنت سايب فيه الشغل كنت وصلت لل 45,000 متابع. وكان اول فتره، يعني كانت اول فتره اكسب فيها فلوس من يوتيوب. طبعا مكسب اليوتيوب كلام فارغ لازم يعني. محتوى علمي مش قوي قوي، بس احساسها يعني، احساسها ان انت حاجه انت بتشتغل فيها من سنتين ما خدتش فيها اي حاجه. صح. فاحساس ان انت بتاخد اول مره منها عائد مادي يعني، فكان احساسها لذيذ يعني. جميل جدا. فهي كانت قبل ما اسيب الشغل. فكره ان حضرتك عندك محتوى كتير مجاني وشروحات كتيره، وبعدين اتجهنا ان احنا عملنا شركه تي ليجند وبنعمل فيها كورسات مدفوعه. فايه الفرق، انا يعني ايه الفرق اللي بيخلي واحد يتجه انه ياخد كورس مدفوع ما ياخدوش مجاني، يعني ممكن يلاقي المحتوى نفسه مجاني؟ صحيح. طيب هو طبعا المحتوى موجود في كل حته يعني. في محتوى كتير مجاني وفي محتوى كتير مدفوع. هي الفكره كلها ان الشخص لازم هو نفسه يكون عنده خطه واضحه للتعلم، ما يكونش هو ماشي كده وخلاص. الكورسات المجانية مش كلها كويسة ومش كلها وحشة يعني، في وفي، بس أغلب الكورسز المجانية بتركز على البدايات، إن هو إزاي يخليك تبتدي بداية كويسة، لكن مش بيخليك أنت تخش في المود بتاع الشغل قوي، يدخلك في سوق العمل قوي، كلام من ده. مش دايما يعني، قليلة ما بتلاقي في كورسز مجانية بتقدم الحتة دي. بالإضافة إن أنت النهاردة عشان تتعلم زي ما قلنا إحنا محتاجين خطة، فالخطة دي مكونة من العديد من الكورسز، مش وان كورس. فبتبتدي أنت بقى تلقط حتة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا، فالموضوع بيكون صعب بالنسبة لك. أما لو أنت واخد كورس مدفوع فأنت بتبقى واخد باكج كاملة متكاملة من مكان واحد، من مصدر واحد، يعني بترتيبة محتوى معين. فده بيفرق معاك جدا، بالإضافة للخدمات اللي بتتقدم لك مع المحتوى المدفوع. المتابعه بقى، وان احنا بنشوف مستواك. بالظبط. في متابعه، في امتحانات، في مثلا مشاريع، في استشارات بتتقدم، في خدمات كتير جدا ممكن تتقدم لك مع المحتوى المدفوع. انما مع المحتوى المجاني احنا الراجل اي حاجه بيقدمها لنا لازم نقول له شكرا يعني. صح. هو الراجل ما خدش حاجه قدامه، لازم بقى هو يتابعني. طب هل في سكسس ستوري بقى للناس من درس كورسات، مثلا حد ما كان ابيض خالص وما يعرفش حاجه في البرمجه ودرس مثلا كورس وخرج وحقق منه ارباح وكلام ده؟ عندي حد كان محاسب، ما كانش اصلا ديفلوبر. جميل. وخد معايا التو كورسز بتوع الاساسيين، اللي هو كورس الويب وكورس الموبايل، واشتغل في شركه دلوقتي بيقبض فيها مرتب كويس جدا ما شاء الله. عندي حد كان صيدلي ملوش دعوه بالمجال. جميل. ملوش دعوه بالمجال تماما. وما كانش يعرف حاجه عن البروجرامنج، دلوقتي بيعمل مشاريع فريلانس وبيكسب منها برضو فلوس كويسه. يعني الحمد لله احنا عندنا سكسس ستوريز من ناس مثلا، من ناس طلبه وناس كبار، ناس في مصر وفي الخليج،
من المغرب ومن الجزائر وصبيان وبنات، يعني عندنا مجموعه من السكسس ستوريز بفضل الله سبحانه وتعالى كويسه جدا. ما شاء الله. طب يعني افضل مصادر التعلم لو واحد عايز يبدا برمجه، هل تنصح يبدا بكتب ولا يبدا بكورسات الفيديو، ولا في مصادر معينه معروف في تراكات مثلا ممكن يمشيها؟ طيب هو التعلم ده بيفرق من واحد لواحد. يعني انا مثلا ما بحبش الكتب على سبيل المثال، يعني بحب الفيديوز. في واحد غيري لا بيحب الحاجه المكتوبه عشان يركز اكتر. جميل. فكل واحد المفروض يختار نوعيه الحاجه اللي هو بيحبها الاول. تاني حاجة أنصح أن الناس تبتدي الأول بالحاجات المجانية اللي هتحطك على أول الطريق. يعني اليوتيوب موجود فيه محتوى مجاني كتير جدا جدا جدا، فأنت ابتدي يشوف إيه المحتوى اللي الناس بتتكلم عليه كويس والناس بتقول عليه كلام كويس، ونبتدي أن احنا نخش ناخد البدايات نبتدي الطريق. بعد كده أنت بقى عايز تكبر، ما هو أنت اللي هتحدد مرتبك، يعني أنت اللي هتحدد أنت هتاخد كام. صح. ممكن أنت تقبل بالخمس تلاف والأربع تلاف، ممكن لا أنا عايز أقبض بالخمستاشر والعشرين والخمسين. فانت شوف بقى انت عشان تقبض ال15 وال20 وال50 انت محتاج اكسبيرينس، هتجيبها منين؟ مين الشخص اللي ممكن يديلك الاكسبيرينس دي ويساعدك ان انت توصل لحاجه زي كده؟ تبتدي ان انت تروح يا اما لاكاديمي يا اما لشخص بعينه او ايا كان. لكن في البروجرامينج بشكل عام، ودي حاجه تفضيل شخصي لعلي شاهين، انا لا انصح بالاوفلاين كورسز اللي هي الكورسز اللي في سنترز وكلام من ده، لان بقالنا فتره كبيره جدا ماشيين على ريت واحد، لا بنجدد لا بنعمل جديد ولا بنعمل مختلف ولا اي حاجه. والموضوع انا مش شايفه مختلف كتير عن اللي موجود في يوتيوب اللي هو بيحطك في البدايه. صح. انما لا، في اونلاين كورسز في مواقع محترمه زي يوديمي، كورسيرا، موقع زي بلورال سايت، حاجات زي دي هايله جدا. في مواقع عربيه برضو تانية عامله اونلاين كورسز هايله جدا. فانا شايف ان التعليم الاونلاين هو المستقبل للفتره اللي جايه. جميل جدا. طيب هل وجود وظهور السكريبتس والبرمجه الجاهزه والكلام ده ما أثرش شوية على سوق العمل، ولا ده الاستخدام والاستخدام؟ يعني امتى المبرمج بيروح اقول والله انا عامل الكود ده فروم سكراتش، وامتى بيقول ان انا هستخدم تمبلتس او سيم او سكريبت جاهز؟ حلو. ما احنا لو جينا للمبرمج، المبرمج هيقول لك انا عايز اعمل كل حاجه فروم سكراتش. حلو. ان هو عايز يشتغل، المبرمج بطبيعته عايز يشتغل، يعني عايز يتعب. تمام. لكن لو جيت لصاحب البيزنس، لا، صاحب البيزنس مش عايز الشقه ومش عايز التعب، عايز منتج كامل متكامل يلبي له طلباته واحتياجاته. فالاصل ان احنا نشوف الحاجات اللي فيها برامج جاهزه كويسه نقدر ان احنا نستعين بيها وتبقى قابله للبرمجه، مش حاجه جاهزه وصلت انت ما تقدرش تبرمج فيها، لا، حاجه انت واخدها جاهزه بس تقدر تبرمج فيها، بينزل لها ابديتس مثلا من الشركه اللي موجوده فيها والكلام ده كله، فانت تقدر ان انت تكمل عليها وتعمل فيها شغل كويس وتطلعها للعميل. طيب افرض العميل عنده حجم كبير جدا من الكاستمايزيشن، يعني العميل مثلا عنده طلبات كتير قوي، فبالتالي الافضل لا، ده انت تعملها الفروم سكراتش احسن. او لو عندنا مثلا فكره او خدمه مش موجوده خالص، هنا نعملها فروم سكراتش. او لو عايزين نعمل اضافات كتير والبرامج الجاهزه اللي موجوده لا تسمح بهذه الاضافات. انما غير كده انا لا انصح بان احنا نبتدي من الصفر، يعني ما تصنعش العجله من الاول. صح. انت عندك الحاجه موجوده، ابتدي ابني عليها عشان تكبر وتبقى الفوكس بتاعك على البيزنس، مش الفوكس بتاعك ان انت تكتب كود. لان عادي كده هتكتب كود، اهم حاجه بس ان انت تبقى باقل كود انت كتبته طلعت حاجه حلوه ومحترمه وريحت العميل بتاعك. جميل جدا. طيب احنا عارفين حضرتك بتشتغل في الاي ار بي سيستم برضو، والاي ار بي سيستم احنا عارفين مبالغ كبيره والشركات كتير بالنسبه لهم الميزانيه يكون اكتر من كده. فايه انعكاسه على البيزنس؟ طيب هو الاي ار بي سيستم، انا لا اظن ان في شركه دلوقتي او مصنع ما عندهاش اي ار بي سيستم، اعتقد يعني حاجه صعبه جدا. يعني لو في شركه ما عندهاش اي ار بي سيستم، يعني انا شايف ان دي معاناه بصراحه. لان ازاي عندي شركه وازاي مش قادر ادير المنظومه بتاعه المبيعات والمشتريات والمخازن والحسابات والاصول الثابته سنترلايزد كمان في مكان واحد، ولو انا عندي كذا فرع كمان. طب انا معتمد على الموظفين، طب لو مشيوا؟ صح. طب فبالتالي انت بتواجه مشاكل بالهبل. فالاي ار بي سيستم مهم لاي شركه، والعائد بتاع الاستثمار بتاعه عالي. يعني الناس بتذكر ان هو عائد على الاستثمار في الاي ار بي في المبلغ اللي بتستثمره انه ممكن يعود لك رقم كبير مقابل انت دفعته. طبعا انت ممكن مثلا يعني تدفع اكس وليكن مثلا 50,000 جنيه او 100,000 جنيه، تبص تلاقي العائد اكبر من كده بكتير. انت احسب بس مرتبات الموظفين اللي انت هتوفرهم لمده سنه. جميل. يبقى انت كانك وفرت ثمن الاي ار بي سيستم اللي انت عملته. ممتاز. وبعدين احنا دلوقتي بقى عندنا يعني رينج واسع جدا من الاي ار بي سيستمز اللي انت ممكن تنزلها عندك في الشركه بطلبات متفاوتة. يعني انت لو مش في ايدك الخمسين الف ولا المئة الف، اكيد في ايدك العشرين، اكيد في ايدك العشرة. صح. اكيد في ايدك الخمسة. صحيح. صحيح. وكل حاجة موجودة في السوق. جميلة. طب حابين نختم بقى بسؤال، نصيحة اخيرة للشباب تنصح بها الشباب، ما لهاش علاقة ببرمجة، عن نصيحة عامة للشباب.
طيب لو انا لو هنصح الشباب بحاجه فانا يعني انصحهم ان هم يركزوا في اللي هم بيعملوه، ما يلتفتوش للاحباطات او للمشاكل اللي بتواجههم في حياتهم، لان كلنا عندنا مشاكل. على فكره انا في الحلقه دي يمكن اول مره يعني يذكر ان انا مثلا في مشاكل معينه كانت مضايقاني في حياتي، يمكن حتى الناس اللي شغالين معايا ما يعرفوش المعلومه دي صحيح. اصلا. لكن كلنا عندنا حاجات ممكن نعلق عليها شماعه فشلنا، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا احباطات، كلنا عندنا حاجات مضايقانا. وما تفكرش ان الشخص الناجح ده حد يعني ما عندوش اي حاجه تضايقه ولا تزعله، لا كلنا عندنا مشاكل. فانت ما تركزش على مشاكلك، وركز على اهدافك والرساله اللي انت عايز تحققها. ولازم يكون في عندك فيجن، تخطيط كويس لحياتك للفتره اللي جايه، تكون انت عارف انت هتاخد خطوه السنه دي، عارف ايه بعد 5 سنين، عارف ايه بعد 10 سنين، فيبقى عندك بلان كده كويسه لحياتك يعني. وزي ما انت يعني زي ما انت بتغير وتجرب حاجات جديده، لازم يكون عندك ثبات برضو في خطواتك، يعني مش ما تاخدش خطوات سريعه كده وخلاص، لا خد خطواتك بثبات، بحيث ان انت لما تنتقل من خطوه لخطوه تبقى بتنتقل بقوه، مش بتنتقل كده وخلاص يعني بتروح وتيجي على السريع. جميل جدا، شرفتنا ونورتنا في اللقاء الجميل ده، وان شاء الله نشوفك مرات تانية ومرات في حلقات تانية قادمه باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. في نهايه اللقاء زي ما شفنا كده قصه المهندس علي شاهين، قصه ملهمه فيها المزيد والكثير من العقبات والتحديات، وما شاء الله تخطاها، وبتوضح ان مفيش اعذار، واي حد عايز يوصل لهدف هيقدر يوصل له بالجد والاجتهاد. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه والمزيد من قصه النجاح الملهمه في برنامج رحله نجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.